مستمرون معكم في هذه التغطية، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. أرحب بك دكتور عنبر. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك. كيف تابعت قرارات الرئيس السيسي اليوم؟ يعني يمكن هذا بيأتي في سياق سياسة اجتماعية بتسير بالتوازي مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، ويمكن مراعاة الظروف يعني التي نجمت عنها التداعيات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية، وهي التدخل الروسي في الأراضي الأوكرانية، واللي أتت يعني والعالم لم يستفق بعد أزمة كورونا والتداعيات التي حدثت فيها. يمكن الدولة المصرية يعني كانت حريصة على أنه تخفض الآثار التي نجمت عن هذه التداعيات الاقتصادية بزيادة الحد الأدنى للأجور بالشكل الذي يستفيد منه العاملين في الدولة، وكمان قطاع المعاشات بإجمالي عدد المستفيدين قد يصل إلى 35 مليون مواطن. في ذات السياق يعني بيأتي الحديث كمان عن رفع يعني بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، يمكن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف يكون بقيمة 30 ألف، وهذا يعني يتسق أو يتماشى مع فكرة رفع الحد الأدنى للأجور. أيضا القرار الخامس الخاص بزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لتصل إلى 25% شهريا اعتبارا من أول أبريل. كل هذه القرارات بتأتي في سياق سياسة اجتماعية، يعني الهدف الأساسي والرئيسي منها محاولة كبح جماح التضخم الحادث على المستوى العالمي، واللي تأثرت منه حقيقة الأمر الدولة المصرية سلبا كما تأثر العالم كله. إذا تحدثنا عن اتخاذ هذه القرارات في ظرف استثنائي اقتصادي دولي كما عرقتها الآن دكتور محمود، كل العالم يعاني من التضخم، وتتخذ الدولة هذه القرارات بهذه الأموال برغم الأزمة الاقتصادية الدولية، كيف ترى هذه الخطوة؟ يعني يمكن زي ما ذكرت لحضرتك كافة التقارير الدولية، ويمكن على رأسهم التقرير الذي صدر من صندوق النقد الدولي منذ أيام قليلة، والذي كمان يعني بيتحدث على أنه العام 2023 بعد مرور سنة على الأزمة الروسية الأوكرانية، يمكن العام 2023 لا يشهد أي قدر من التفاعل، بل قد يشهد تعقد للأزمة على المستوى العالمي. هذا الظرف الاستثنائي اللي بيعد فريد من نوعه فيما يتعلق بتداعياته وخطورة تداعياته الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، وعلى حقيقة الأمر على جذب الاستثمار على العالم كله في موجة تضخمية هي الأصعب والأعقد، واللي حتى سيناريوهات الحل التي اتخذت من بعض الدول يمكن على رسوم الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع بالشكل المناسب أن تكبح جماح هذا التضخم، وده ممكن بيضع تحديات على أي دولة أن تضع في ظل هذا التوقيت سياسة اجتماعية الغرض الأساسي منها زيادة عبء الموازنة العامة أو زيادة تكلفة الموازنة العامة لتقليل التداعيات الاقتصادية على المواطن. لكن زي ما ذكرنا أن هذه سياسة اجتماعية الغرض الأساسي منها هو غرض اجتماعي لتقليل تداعيات التضخم التي يعني تأثر منها المواطن المصري، اللي يعني جزء كبير منها يعد تضخما مستوردا أو قادما من الخارج بسبب الأزمة المالية العالمية. وجزء أيضا دكتور محمود، وهذا سؤالي الأخير، جزء من هذا الغرض الاجتماعي هو غرض علمي في نسب الزيادات، عندما نتحدث عن 6000 لحملة الماجستير و 7000 لحملة الدكتوراه. يعني يمكن قضية حملة الماجستير والدكتوراه يعني وزيادة حد الأدنى الأجور الخاص بهم، يعني ده في حد ذاته بيعطي تحفيز كبير يعني البحث العلمي، وممكن بيأتي في سياق ما نص عليه الدستور المصري الحالي الذي يحكم الدولة، أنه حدد نسب معينة للإنفاق على التعليم قبل الجامعي والجامعي وحتى البحث العلمي. يمكن ده بيأتي في إطار تحفيز المواطن، لأنه طبعا يعني زيادة قدرة المواطن خاصة، وأن احنا بنتكلم عن يعني وضع اقتصادي يحكمه إلى حد كبير القدرات التكنولوجية والاقتصاد الرقمي القائم على وجود بنية تكنولوجية أساسية يمكن أن تدعم الاقتصاد، شأنها شأن التوافر المواد الخام داخل أي دولة. شكرك، شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، كنت معي هاتفيا من القاهرة.